مشاهدينا الكرام، نتعرف على مزيد بشان توقعات معدلات الاستثمار الاجنبي وارتباطها ببرنامج مصر للاصلاح الاقتصادي من خلال الدكتوره جيهان مديح الخبير الاقتصادي زميل كليه الدفاع الوطني التي تنضم الينا على الهواء مباشره من القاهره. دكتوره اهلا بك على اون لايف. كيف تتوقعين ان يكون ختام 2018 عند قياس معدلات الاستثمار الاجنبي؟ خلينا نتكلم الاول على الـ 2016 2017 هو كان المعدل او معدل مؤشرات الاستثمار الاجنبي كانت 7.9 مليار دولار، ودي كانت نسبة يعني الى حد ما كويسة بالنسبة للاستقرار السياسي والاقتصادي اللي مرت بيه مصر في الفترة الاخيرة. من المتوقع هذا العام 2017-2018 ان احنا نوصل ل 9 مليار دولار، وده توقع نتيجة الاصلاحات الاقتصادية اللي بتمر بيها الدولة منذ فترة طويلة، والعائد بتاعها اللي هيظهر في الفترة القادمة، وخاصة منطقة محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، المشروعات الطاقة والغاز، الاستثمارات اللي بتضخ فيها في الفترة الأخيرة. نعم دكتورة جيهان، يعني أي القطاعات يعني هيكون فيها عوائد خاصة بالاستثمار عشان تحقق معدلات إيجابية؟ هو يمكن الاهتمام الزايد هو بالقطاع الطاقة والغاز، وبيضخ فيه منذ فترة طويلة الاستثمارات الأجنبية، لكن أنا من وجهة نظري أن في قطاعات محتاجة اهتمام زايد وجذب لتلك الاستثمارات زي قطاع الصناعة وقطاع السياحة. احنا عندنا يعني انا اعتقد الحكومة جاية عليها عيب كبير جدا جدا الاهتمام بالصناعة والسياحة، وخاصة السياحة الترفيهية، خاصة السياحة العلاجية. واعتقد ان احنا لو سوقنا كويس جدا لهذه النوعين المهمين جدا في مصر اللي ما تمتاز به مصر طبعا من جو طبعا دافئ، من مميزات كتيرة جدا سياحية، مناطق سياحية للاستشفاء كمان السياحي والعلاجي، ده مهم جدا جدا في الفترة القادمة ان احنا نهتم بالجزئية دي، ومش بس الاعتماد على مناطق الغردقة وشرم الشيخ، لا مصر فيها مناطق كتير جدا مميزة نقدر ان احنا نعتمد عليها ونقدر ان احنا نسوقها عالميا. نعم دكتور جيهان، دائما ما يبحث المستثمر عن حافز او حوافز، هناك حوافز تقليدية ربما يعني لا تكفي، هل هناك حوافز اخرى تقدم في عالم الاستثمار في العالم من الممكن ان نستعين بها وتتواءم مع مجتمعنا ومع ظروفنا؟ هي طبعا مفيش دولة ما بتقدمش حوافز استثمارية للمستثمر، عشان انت هتجيبه عندك ليه؟ ايه الاسباب اللي تخلي المستثمر الاجنبي يسيب كل العالم او كل الاستثمارات في العالم كله ويجي عندك؟ احنا عندنا ميزتين مهمين جدا جدا، الموارد البشرية والموارد الطبيعية. الموارد البشرية الايدي العاملة، الأيدي العاملة مش متوفرة في أي مكان زي ما هي متوفرة داخل مصر. رخص أيضا الأيدي العاملة اللي موجودة، الأيدي العاملة المدربة، احنا محتاجين ان احنا هنا في مصر كمان يبقى عندنا مراكز للتدريب. نعم. المهني بتاعت زمان اللي كانت موجودة منذ سنوات كثيرة جدا فاتت، ومحتاجة تطوير وإعادة هيكلة مرة أخرى عشان نهيكل الأيدي العاملة أو المورد البشري. في كمان عندنا الموارد الطبيعية، أعتقد مصر يعني فيها موارد طبيعية وثروات معدنية احنا حتى الآن ما قدرناش ان احنا نسوق ليها او ان احنا نجلب لينا المستثمر الأجنبي. سياسات بقى النقدية لو دخلنا فيها، أعتقد ان على الدولة في المرحلة القادمة تقديم سياسات نقدية مختلفة تماما، مثل خفض الفايدة عشان اجلب المستثمر مرة اخرى، السهولة في دخول وخروج الاستثمارات او المبالغ الماليه المحصله او الناتج اللي هيخرج من او العائد اللي هيطلع مره اخرى من الاستثمارات اللي بتدخل في نطاق الاستثمارات الاجنبيه. دكتور جيهان، هل نعتبر ما قدمتيه او ما اشرت اليه اخيرا داخل في الحافز التشريعي او القانوني؟
الحافز التشريعي هيبقى مختلف. احنا عندنا القانون الاستثمار الجديد، وده انا شايفه ان هو مميز جدا بصراحه، وان وزاره الاستثمار قدمت قانون يقدر يجذب القانون، قوانين تشريعيه تقدر تجذب المستثمر الاجنبي، وخاصه بعض المواد زي الماده 15 16 17 18 19 20، يعني دي بصراحه جاذبه جدا جدا للمستثمر الاجنبي، لانها بتضمن له حقه اللي هو بيطمح ليه، يعني مفيش عنده تاميم لاي سبب من الاسباب، باب الحركة بتاعته في داخل الدولة، وان هو ياخد مكان زيه زي المستثمر المحلي، دي حاجة مميزة جدا جدا للمستثمر ما كانتش موجودة. ايضا التحكيم بين المستثمر المصري والحكومة ده موجود، التشريعات مهمة جدا 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 وتطبيقها مهم جدا. البيروقراطية اللي احنا عشنا فيها فترات طويلة قوي قوي لازم ان احنا نتخلص منها، عشان اقدر اجذب عندي مستثمر اجنبي قوي يقدر ان هو يساعدني ويقدر ان هو يقدم لي ناتج محلي اقدر استفيد بيه، يبقى عندي معدل نمو، لان الاستثمار الاجنبي المباشر هو مؤثر جدا في معدلات النمو داخل مصر او داخل اي دولة اخرى. يعني شكرا جزيلا دكتورة جيهان مديحة، الخبير الاقتصادي زميل كلية الدفاع الوطني.